الملف الأولاني اللي هو خاص بالسنة الأخيرة وتدخل الدين في السياسة، فهنشوف فيلم. إذا قدم لنا شوية الفيلم وقول لنا أنت عملته إزاي وكده. هو الفيلم فيلم تسجيلي جمع المادة بتاعته من بعض الجرايد، من بعض الفيديوهات، من بعض القنوات التلفزيونية. جاب فيه بعض اللقطات الخاصة بتصريحات أو قرارات خاصة بالبابا أو بعض رجال الكهنوت، وهي ممكن تكون قرارات أو تصريحات بتميل لتوجهات شخصية ليهم أو مصلحة خاصة، ملهاش دعوة بقوانين كتابية أو آراء مسيحية، لكن هما مزجين بين الاتنين عشان الأمر يختلط على الشعب فيعتبر إن كل كلام الكهنة دول كلام موثق وكلام صحيح. مدة الفيلم 17 دقيقة وهنشوفه سوا. طيب ممكن نشوفه ازاي بقى؟ هنعمل ايه دلوقتي؟